قدمنا، خدنا السيرفيز، قعدنا ناكل. انا مش لوحدي يعني، طبعا احنا وزمايلنا كلهم. طبعا كان معانا اكتر من واحد، هم دول برضو اللي عملوا معايا برضو المحضر. انا ما عملتوش لوحدي بس، ولكن انا عملته باسمي. قد ايه كنتوا؟ كنا احنا عملنا المحضر اتنين بس، وكان في موجود معانا شهود يعني كتار كانوا موجودين يعني. تمام. طبعا اثناء الاكل فوجئنا كده بحاجات كده غريبه، دود كده وبعض صوص كده في الفاصوليا، والطرش برضو كمان كده كان فيه برضو صوص كده باين كده او دود الله اعلم، بس ولكن المكان نفسه يحب كده. خدنا الاكل ده ورحنا كده على الاداره، كان حوالي الساعه 2:30، ما لناش حد في الاداره خالص، لا في الف طبعا مبنى الفاروق او مبنى خالد بن الوليد، يعني الاداره متمركزين فيها. رحنا ما لقيناش حد، لقينا كل الباب متقفله. رجعنا للمطعم تاني، يا جماعه فين مدير المطعم؟ حد اسمه الاستاذ عادل على ما اعتقد يعني اسمه كده. ما حدش رد علينا. طب انتوا شايفين ده ايه؟ طبعا اللي يدينا ظهره واللي يقول يا عم الدود كل دود قبل ما ياكلك. طبعا في كلام كتير قوي اتقال يعني، احنا انا ما ببالغش يعني، هو الكلام ده موجود يعني في صوت وصوره يعني، انا ما عارف ايده اكتر من ساعه الا ربع باللي حاصل ده. فيديو بيصور ايه؟ بيصور الاكل ولا بيصور كلامك مع المسؤولين؟ بيصور الاكل يعني. اول ما اكتشفت الحاجه دي في الاكل والناس اللي كانوا موجودين معايا عفوا، طبعا واحد على طول من زمايلنا قام صور بالفيديو ماشي. وكان برضو موجود معايا احنا برضو زمايلنا. لما رحنا الاداره، ولما رجعنا كمان المطعم كان موجود برضو معانا. ولما كنت بتناقش مع المشرفين التغذيه، ولما سالت برضو عن المدير او مدير الاشراف فين، ما حدش طبعا جاوب عليها خالص. وبناء على الكلام ده رحت عملت انت وزمايلك؟ انا لو لقيت فعلا حد يتكلم معايا، انا ما كنتش اضطريت ان انا اروح ليه، ما كنتش اخدت قرار ان انا اروح اعمل محضر. طبعا رحت عملت محضر وطلبوا منا ان احنا نجيب علب ان احنا عشان نعمل حرز كده بحيث ان نروح للنيابه. ولما رحنا المحضر فبعض من زمايلنا برضو اثاروا، قالوا انتوا ما بتعملوش حاجه واحنا بنجي لكم وكده. فطبعا قالوا لنا انتوا بتيجوا وتعملوا المحضر ومحدش بيتابعوا. قلت لهم لا انا ان شاء الله هتابعه. تكتبوا باسمك؟ قلت له باسمي، الاكل ده بتاعي انا يعني، انا واكله الحاجه دي في الاكل بتاعي. فعملنا المحضر، وتاني يوم الحد رحنا النيابه. الكلام ده كان السبت 31، يوم الحد 30، السبت كان 30، يوم الحد 31 رحنا النيابه. النيابه طبعا انا معايا هنا وحضرتك انت برضو موجود مع حضرتك. نيابه مدينه نصر طبعا. اسم تاني مدينه نصر. وقرارات النيابه او قرار النيابه عندنا تشكيل لجنه ثلاثيه من مفتش الاغذيه ومنفتش التموين علشان تنتقل للمطعم وتعاين طبعا وتعاين المطبخ كمان. وعدد من القرارات التانية هنسال طبعا يعني تم متابعه تنفيذها ولا لا. لكن اروح لاحمد بقى. ايه يا احمد اللي حصل امبارح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا مش ادب مني ان انا ابدا قبل اساتذتنا، بس لو سمحوا لي بعد اذنكم. اتفضل. هو اللي بدا ان شاء الله ان انا اتغديت بعد صلاه العصر في حوالي الساعه 4:10 كده. وعلى الساعه 8 بدات ان انا في صداع في مغص فتقيأت، وبعد كده كان في حاله مضطربه جدا في المدينه. عربيات اسعاف كتير، مشهد اول مره اشوفه داخل المدينه فعلا يعني. طلبه يعني يكاد كانوا يموتون يعني فعلا. على الفور ان حاله من الغيثان جت لي، فروحت ركبت زمايلي ركبوني في عربيه الاسعاف ورحت مستشفى الحميات العباسيه. والاستقبال فعلا يعني العدد كان كبير، وهم كان ده اقصى ما يتمكنون ان يفعلون يعني. كان الوضع سيء جدا، لكن بطريقه باخرى نجاني الله يعني. فالحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. ففي طبعا في زي مصطفى ما قال، في فعلا حالة مش كويسة خالص في المدينة يعني. دايما الأكل كده؟ دايما الأكل كده في المدينة ولا؟ هو لو هنتكلم دايما الأكل كده، فهو ما حصلش المشهد اللي حصل امبارح بالطريقة دي قبل كده. لكن بصفة عامة الأكل شيء يوم كويس يوم مش كويس، لكن الصفة الدايمة إن الأكل فعلا